اسف. بنتك يا استاذ محمود بقت عامله زي التفاحه المعطوبه اللي هتبوظ القفه كلها. يعني ده اخر كلامك يا استاذه ساميه؟ يجوز البنت محتاجه منك فرصه تانية، فرصه واحده. انا اديتها فرص كتير صدقني، بس واضح انه مفيش فايده. ومن واجبي ان انا احافظ على بنات الناس، وانا عمري ما اتعودت ان انا اتهاون في مسؤوليتي. اسفه ان انا اقول لك كمان انك مضطر تشوف لها مدرسه تانية، لان انا هفصلها. ماشي يا استاذه ساميه، بس عموما انا هعرف اجيب حق بنتي ازاي؟ والله لو بنتك ليها عندي حق هتاخده وهي مغمضه. بنتك غلطت في حقنا كلنا، وغلطت في حق نفسها برضه. ده بدل ما تعقلها وتهديها وتصحصحها تقوم تشجعها على الغلط. اشكرك عن اذنك. اتفضل.